وأطلق. مدام صباح، مش عارفة ليه كل ما قبلك أنسى أسألك، التعليم في حياتك وصل لغاية فين؟ شوفي أنا الحقيقة بعد السيرتيفيكاب سنة درست ومدارس بالجزويت عند الرهبات، بس علمت حالي بنفسي كتير، يعني قريت كتير كتب فرنساوي، وطبعا الفنان تعرف السفر والمطالعة هيدي مدرسة تاني، فقويت بالفرنساوي كويس ومنيحة بالإنجليزي مش بطالة كمان، تخلص حالي يعني وهيك شيء. قطعا الأسئلة أو السؤال اللي أنا هسأله وبعض الأسئلة اللي هسألها، بس شوفي مش ممكن يعني نام إلا ما يكون عندي كتاب عم بقراه، يعني على طول يا فرنساوي يا إنجليزي يا عربي دايما. كويس. الفنان من غير ثقافة ما يقدرش يكمل رسالته. مدام صباح، السؤال اللي أنا هسأله يمكن سؤال زي ما بنقول إحنا في مهنتنا محروق، يعني متقال قبل كده، لكن أحب برضه أسأله لك. الشباب الدائم اللي قدامي دلوقتي، هل له علاقة بسفرياتك الكتيرة لأوروبا؟ الحقيقة لا، أنا بفتكر طبيعة. أول شيء النجاح وحب الناس بخلي الواحد دايما سعيد، وبعدين قلبي طيب ما بحقد أبدا على حدا، وبحب الخير للكل وبحب كل الناس، وبعدين ما بشرب مشروب، ما بدخن، بنام كويس، وهالشي اكيد هذا بساعد. يعني الدكاترة ملهاش يد فيه؟ لا بنسمع لو الدكاترة بيرجعوا الشباب كان كل واحد بيروح عند الدكتور بيقول له رجعني او خليني، لا بفتكر هيدي طبيعة. انا مثلا عندي ابوي فوق السبعين سنة وبتشوفيه بتعطيه اربعين سنة طبيعة. طب كويس، قريتني انا من العيلة. انت زي القمر كمان. علاقة صباح باسرتها، يعني انا بحب اهلي. أسيرة انت دلوقتي؟ الحقيقة انا بحب اهلي كتير، يعني عندي اهلي قبل الكل، اخوتي واولادهم يعني الواحد طبعا لما بيعمل منيح مش لازم يحكي عن حاله، لكن بما انك سألتيني يعني عندي اكيد شي عشر بيوت مسؤولة عنهم انا، ودايما بأمن لهم راحتهم قبل راحتي، كتير بحب ونشوفهم مبسوطين. يا ترى الفن حقق لك ثراء؟ شوفي فلوس كتير، يعني الفنان بيطلع كتير وبيصرف كتير، يعني مضطر يصرف على مثلا الفنان ما بيطلع غني، بيطلع مثلا عنده أهل بحاجة لإله، عنده قرايب بحاجة لإله، بيصرف على مظاهره، الناس بتطمع فيه شوي. يعني مثلا بشتغل هلأ عمل، بجوز هلأ اشتغل عمل وقعد خمس ست شهور ما اشتغل، يعني عمل الفنان مش بتواصل، الناس مثلا بينظروا له انه طلع كتير، لكن هو بيطلع بس انه المصروف اكتر يمكن شوي من ما بيطلع. من غير حسد، شوف انا عينيا مش مدورة. لا من غير حسد لو. رصيدك قد ايه؟ الحقيقة مش كتير، انا بحب البوس، بحب اصرف كتير، بحب اعيش، لانه انا بقول انه الواحد بعيش مرة واحدة مش مرتين. كيف لا شو بدي خبي، مش شو المهم اني ما احتاج حدا، وعيش مبسوطة بحياتي واللي حوالي يكونوا مبسوطين، واهم شيء الصحة والستر، يعني هذا اهم شيء. لو سألت صباح عرفت الالم مرة؟ طبعا في حدا بعيش. احكي لي عن المرة دي. يعني شوفي في حدا مثلا بعيش ما بيتألم؟ مش ممكن، يعني بيكون حيوان. اكيد بيجيني فترات بتألم فيها، بس الشاطر اللي بيتغلب على الالام اللي بتجي. يعني انا بيجيني كتير اشياء مثلا ما بشكي حتى لاقرب الناس لالي، بقعد بيني وبين نفسي، وانا بآمن كتير. يعني مجرد ما اني مثلا اقعد بيني وبين نفسي هيك وصلي قبل ما نام او شيء، نفسيتي بترتاح وبتغلب على الالم، وبقول وبصير بقنع حالي انه اذا تألمت شو راح استفيد، فاحسن اني اتغلب. نفس الكلام ده بتطبقيه على الهم مثلا؟ يعني الواحد يشيل هم حاجه، عنده شويه هموم، مشان ايش؟ مشان شو واحد يشيل هموم كمان؟ يعني لو شلت هم، انا هيك بفكر، طب هلا انا شلت هم هالشغله هي رح ترجع لي او رح تتصلح؟ كون انا تعبت حالي على الفاضي. اذا اتخانقت مع حدا مثلا، اذا ما بقدر اتخانق، عرفتي كيف؟ ما بقدر ازعل، اذا طلعت بوجهه مثلا بموت من الضحك، اذا بدي اتخانق بضل عامله هيك، لو لفت هيك خلاص بضحك ما بقدر. يعني اقدر اقول لك عمرك ما شلتي طاجن ستك؟
عارفه بالمصري المصري المصري عندنا يقول لما يلاقي واحد متضايق وماشي كده زعلان يقول له ايه مالك شايل طاج نسيتك. لا حتى لو زعلاني بقلبي لما بشوف الناس خلاص بضحك كانه ما بيعرفوا اني زعلاني. طب ده كويس. طب لو قلت لك العذاب مثلا ايه تعذبت يعني؟ طبعا مرق علي ظروف كثير قاسيه بحياتي وحملت كتير والناس بتفتكر اني انا بس بغني وبضحك وبلبس. لا طبعا في اشياء كتير بالحياة بتعذب وبتتعب والانسان حتى يستمر 30 سنة بمهنته ويضل ناجح كمان مش شي سهل. لكن مثل ما قلت لك بتغلب على كل مشكلة او عذاب او بتفكيري بعقلي بقعد بحط موسيقى بسمع حالي كيف بغني كيف الناس تزقف لي كيف هذا بروق خلص. انا بسالك كده لانك في الاول قلت لك هل انت سعيده ودايما سعيده فقلت لي اه دايما طبعا. فقلت لا لا افصفص السؤال شويه. بيقولوا القريبين قوي منك بيقولوا ان الغيره ديناميت حياتك هي اللي نسفت حياتك الزوجيه مثلا. مش شوفي الغيره المعقوله اكيد يعني بس انا انانيه بحبي يعني إذا مثلا حسيت إنه الرجال مش مخلص بأي شيء يعني من الأشياء ما بقعد برتاح له كتير. هذا دليل طيبة القلب أنا بفتكر يعني. مثلا عكس في ستات مثلا إذا شافوا الرجال مش مخلص كتير بجوز بتعلقوا فيه أكتر. أنا لا لما بشوف الرجال إنه ما كتير مقدرني أو مقدر حياتي معه أو تضحياتي لإله ما بقعد برتاح عيش معه. هيدا مزبوط يعني غيورة في حدود يعني مثلا أنا معروفة عرفتي كيف وصباح وهيك. طبعا الإنسان اللي معي لازم يعني أول شيء يحترم شهرتي أو يحترم اسمي أو شيء. أكيد كل رجال بيشوف أحسن من الست اللي معه وهي بتشوف أحسن من الرجال اللي معه. لكن الواحد لازم يحترم الظروف اللي هو فيها. إيه أخبار رص الزيتونة؟ رص الزيتوني رصة هذه غنية الحين ملحم بركات. عارف شو يعني رص الزيتوني؟ أنا عايز أعرف أنا جت على بالي دلوقتي. عندنا موسم زيتون والزيتون عندنا نحن يعني أكل الفقير أو الأكل الشعبي تبع البلد يعني. فلما بنجيب بموسم الزيتون من رص الزيتوني يعني بنقطعها شوية كده في الوسط وبنقسمها رص الزيتوني نصها دقها يعني دقها شوية كل وطعمين نصها يعني انت كل نصها وانا نصها ولو مرة شردت عينيك هيك وهيك لعمل لك اكبر قصة. زيتوني رصة كله طعميني نصة لو مرة شردت عيني هيكو 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 هيك لو مرة شردت عيني هيكو 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 هيك أعمل لك أكبر قصة أعمل لك أكبر قصة. عيشني بالجر واسناني بتكتك بالبن ويجرحني شوك الورد بس بقلبي بتتوصل. عيشني بالجر واسناني بتكتك بالبن ويجرحني شوك الورد بس بقلبي بتتوصل. لو مرة شردت عينك هيكو 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 هيك لو مرة شردت عينك هيكو 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 هيك بعمل لك أكبر قصة بعمل لك أكبر قصة. زيتوني رصة كله طعميني نصة لو مرة شردت عيني هيكو 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 هيك لو مرة شردت عيني هيكو 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 هيك بعمل لك أكبر قصة بعمل لك أكبر قصة.
على قلبي اللوم، لا تزيد بقلبي لا تغسلني لا تغيب ولا يوم، لا تحرم عيني النوم يا زايد على قلبي اللوم، لا تزيد بقلبي لا تغسلني زيتوني غصه قولوا طعميني نصه، ولو مره شردت عينك هيكو هيكو هيكو، لو مره شردت عينك هيكو هيكو هيكو، بعمل لك اكبر قصه بعمل لك اكبر قصه. ام صباح قولي لي، بعض النقاد بيقولوا ان صباح